ناخد ميدو حزين طبعا وكيل اللاعبين الرائع والمميز عشان نتكلم معاه في بعض التفاصيل. اهلا بيك يا ميدو. ايه بقى اخبار حضرتك؟ ايه عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام يا حبيبي؟ يا رب الحمد لله تكون بخير. الحمد لله. الايام دي ايامكو بقى. بنتفائل. انا هعمل ايه؟ طمني على اخر مستجدات سيف الدين الجزيري. مفيش يا سيف دلوقتي في مواسم المنتخب وهيرجع، تمام. والامور احنا كده كده الاوبشن موجود، ولو نادي الزمالك ان شاء الله حابب ان يفعل الاوبشن احنا تحت امر نادي الزمالك. مش حابب الامور، مفيش مشكله، خلاص عندي اكتر من اوفر لسيف الجزيري. يعني داخل مصر ولا خارج مصر؟ ده خارج مصر، وفي اوفر ده جوه مصر. يعني خارج في اوفر داخل مصر من نادي كبير يعني ولا نادي في لا، من نادي كبير. من نادي كبير؟ اكيد اكيد من نادي كبير. تمام. القادسية الكويتي في الصورة؟ الكويت الكويتي الكويت الكويتي في الصورة. الكويت طيب الكويتي، وفي فرقتين في الامارات. ايه المدة اللي يعني موجودة لحد ما الزمالك طبعا يطلب الجزيري، او يعني يبقى من حقه الجزيري رسميا يكمل معاه؟ بنهاية الموسم، ومفروض بنهاية الموسم نادي الزمالك بيدفع الاوبشن ايوه اللي هو ال 12 مليون. 12 مليون لو دفعهم لنادي المقاولين الامور خلاص، يبقى هو بيستلم البطاقة الخاصة بسيف بقى، خلاص نهائية، تبقى هو لعيب نادي الزمالك يعني. ايوه بس الكلام ده سابق لاوانه ان احنا نتكلم على العروض، لان الزمالك من حقه في اي وقت هيحط الفلوس. شكرا. سيف الدين الجزيري لاعب في نادي الزمالك. ما انا بقول لحضرتك، لو نادي الزمالك يا استاذ مهيب قال شكرا سيف، ما عندناش مشكلة، قال نكمل، ده شرف لينا. ايوه هو سيف لعيب كبير يعني، اعتقد النادي انا يعني اعتقد بصورة كبيرة جدا سيف الدين الجزيري مكمل في نادي الزمالك. مهيب سيف لعب 9 ماتشات، هي ناس بتقيمه بالاهداف، لكن هو عشان ممكن الراجل يبقى له دور في الملعب. انا طبعا المهاجم من وجهه نظري طبعا لازم يجيب اهداف، أيوة. بس ممكن يبقى ليه دور قوي في الملعب. طيب هي علاقه سيف بكارتيرون هي اللي ممكن تكون فاصله شويه بشكل كبير. لا والله الامور تمام، وعلى فكره كارتيرون بيعمل اللعيبه كويس، يعني ليه لعيبه كتير جوه النادي بيعملهم كويس جدا، وهو يعني ذكي جدا، بيعرف يتعامل مع اللعيبه يعني. ايوه بالعكس، اللعيبه بتحبه يعني. طيب نروح لملف تاني مهم جدا، ويهم برضو جماهير نادي الزمالك، احمد سيد زيزو. احمد فاضل له سنه في عقده الموسم القادم، والامور يعني تمام، ما عندوش مشكله في اي حاجه يعني. طيب كان في انباء يعني طلعت ان احمد سيد زيزو وقع لاحد الانديه، هل ممكن في حاجه زي كده تحصل بامانه يعني؟ خلينا يبقى عندنا شفافيه يعني. والله يا استاذ مهيب ما حصل، والله ما حصل، خلاص انا بحلف بالله. طبعا احنا بص يا استاذ مهيب، احمد ذكي جدا ومتربي جدا، وعارف هو بيعمل ايه يعني. لعيب كمان مش بيمشي كده وخلاص، لا بيفكر جدا قبل ما يعمل اي حاجه. طب هو ممكن لعيب يمضي من ورا وكيله؟ لا لا لا، مستحيل 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 طبعا، يعني ما ينفعش كمان. لا طبعا. يبقى هو بقى مش وكيله، هو الراجل مش وكيله. الوكيل ده هما الاثنين في مركب واحده بالظبط، استاذ مهيب، فمستحيل هو ينط من المركب ويسيبه واقف لوحده. طيب هل في عروض جديه لاحمد سيد زيزو؟ بص يا استاذ، احنا دلوقتي في فتره نادي الزمالك بينافس على دوري حلو. الراجل مركز جدا مع نادي الزمالك، فاحنا برضه مش عايزين نتكلم على حاجه سابقه لاوانها. حلو. يعني انا شايف موضوع العروض دلوقتي سابق لاوانه، بسبب نادي الزمالك عنده دوري ومركز فيه، واحمد برضه مركز، فالقصه سابق لاوانها نوعا ما. والله الكلام ده لا يعني ما عادش بيفرق، خلاص احنا في عالم الاحتراف يعني، سيبك من الكلام ده، لا يخلي اللعيب ما يركز ولا ما يركزش، لا هو اللعيب، لا هو حاسس بالاستقرار وهتقدم له عرض كويس هيركز اكتر. فهل في العلاقه والكيمياء ما بين احمد سيد زيزو واداره نادي الزمالك اللي هي بتختلف كل شويه يعني، كل شويه بيبقى في لجنه، كان بيبقى في مجلس، هل الحاجات دي اثرت على احمد سيد زيزو في رغبته ان هو يستكمل مشواره مع نادي الزمالك؟ لا، هو احمد بيتعامل مع كيان وبيحب نادي الزمالك، هم برضو نفس اللجنه الجديده برضو لسه جايه ما كملتش شهر، فبرضو لسه بيرتبوا اوراقهم، بيرتبوا البيت من الداخل وكده، فلسه ما اتكلموش مع ولا لعيب يعني، لسه الامور تمام، محتاجه استقرار اكتر ووقت اكتر، هنبدا نقعد ونتكلم يعني. لكن هو ما عندوش مانع ان هو يكمل في نادي الزمالك ويمضي النادي الزمالك؟ ما عندوش مانع طبعا، ما عندوش مانع طبعا، لان طبعا. خلي بالك برضو نادي الزمالك هو اللي عمل اسم احمد سيد زيزو. اكيد نادي الزمالك شرف لاي حد، والنادي الاهلي شرف لاي حد، اكيد طبعا. طيب هل في